الحقيقة ان معهد المحاماة فكرة كان يجب تفعيلها من فترة طويلة وهي اصلا وفق قانون المحاماة المفروض انها كانت موجودة سلفا لكن تم تفعيلها في الثلاث دورات دي الدورة الثالثة من معهد المحاماة بنتشرف ان احنا عندنا معهد محاميه بن مختلف احنا دايما بنقول للشباب احنا لم ناتي بكم لدراسه القانون فقد اكتسبتموه سلفا في كليات الحقوق لكن جئنا بكم لتتعلموا فنون المحاماه المحاماه حاجه تانية عمليا فعليا حاجه تانية غير دراسه القانون لا يكفي المحامي أنه يتعلم القانون بس لان المحاماه هي بحر من علم وفنون مختلفه احنا بنجيبهم نعلمهم عمليا يعني ايه محاماه بنوريهم المحاماه من بدايه من الزن حتى زي حتى التعامل في الاقسام في المحاكم مع الموظفين مع القضاه بفضل الله احنا بنقدم نموذج مختلف كمان على مستوى الجمهورية من معهد المحاماة عندنا معهد محاماة محترم جدا محاضرين من المحامين المهنيين الممارسين في المنوفية اساتذه الجنائي والمرافعات والاداري من المحامين المشتغلين فعليا بالمحاماه بنجيبهم في نقابه المحامين كمحاضرين عندنا نموذج مختلف دي الدوره الثالثه النهارده حفل تخرج الدفعه الثانيه اللي هي تمت والنهارده افتتاح الدوره الثالثه ان شاء الله باذن الله النقيب العام سامع عاشور نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب النهارده ان شاء الله مشرفنا في افتتاح الدوره الثالثه النقيب العام حضر افتتاح الدوره الاولى والثانيه ودي الثالثه وبفضل الله لم ندعوه مره لحضور حاجه واحتفاليه او افتتاح لمعهد المحاماه في المنوفيه الا وكان حاضرا وترأس الاجتماع لا الحقيقه احنا قدمنا اول مؤتمر لشباب محامين مصر في المنوفيه النقيب العام لم يتاخر مره على طلب لشباب المنوفيه بفضل الله احنا لما طلبنا منه نعمل مؤتمر وكانت فكره المنوفيه ان احنا نعمل مؤتمر للشباب متخصصين عملنا حاجه اسمها مؤتمر شباب محامين المنوفيه كان حاجه مختلفه جدا وبدا بعدها تكرار الفكره في محافظات ثانيه لكن البدايه دائما كانت في المنوفيه النقيب العام دائما متواصل معانا هنا في المنوفيه وفضل الله الشباب راضي جدا عن الدورة ديت وقدمنا نموذج مختلف لخدمة الشباب في الدورة ديت بفضل الله برئاسة طبعا النقيب العام ونقيب المنوفية الأستاذ خالد راشد اللي دائما وأبدا داعم لفكر الشباب وتحرره فكريا نقابيا نوعا ما شكرا